الرحمن الرحيم. كثير من الناس يعيشون بالأمان، أو يقول أنا مو قابل، أو ما أتمكن، أو ظروفي لا تسمح، أو بالنتيجة السلب لا يهيئ نفسه ويمشي بالأمان. وأن الله سبحانه وتعالى يغير تغييرا تلقائيا بدون تهيئة وبدون عمل، هذا لا يكون. هذا الإنسان لا يصل ولا يوصل ويبقى في دائرة أمانيته. الآن أمامكم تقريبا 6 أشهر من الدراسة والمطالعة والحفظ والعمل. هيئوا أنفسكم لهذه الأمور الستة التي نقولها. أحدها العلم الكثير. الحقيقة أغلب شبابنا يضيعون أوقاتهم أو كثيرا من أوقاتهم يضيعون، يروح يجي ما عنده خلق يتفرج، ما يفكر في أن هذا الوقت أيضا ثمين يمكن أن يحفظ به سورة قرآن، ما يفكر في هذا الشيء، هذا متضيع عمر. أو اليوم خميس، اليوم جمعة، اليوم عيد، اليوم وفاة، اليوم الحوزة عطلة، اليوم عندي مشكلة، ثاني راح عمر. اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك. ما يصلح قلمه، منبره، فكره، درسه، بحثه. العلم الكثير، ومن العلم الكثير القرآن، النهج البلاغة، الصحيفة السجادية، الإنسان يحفظها حسب الممكن. وهذا كل شيء بعد يحتاج، لا يحتاج أستاذ، لا يحتاج تلميذ، لا يحتاج بحث، لا يحتاج مكان. أحد الخطباء عندنا يجي وهو خطيب فريد، رأيته في العراق وفي إيران. هذا في الحقيقة فريد شيء غريب في التسلط على الآيات القرآنية. في منبر لعله يقرأ فريد 200-300 آية إذا عدى وقت، ويقول هالآية في سورة كذا، وهذه السورة كم آية فيها، وهذه الآية هي آية منها. هذا بشركم يقين قسم منكم هم شايفين، لأنه تعب. الإنسان بلا تعب يتقدم، ونحن بلا تعب نريد التقدم، وهذا ما يصير. هذا الشيء، اهتموا بالعلم. ومن فروع العلم اللسان، اهتموا بأن يكون لكم خطابات جميلة. احنا كنا في الكويت، كان يأتي خطيب يتسكع حتى يحصل له منبر، وتحت منبره يجلسون 10-20-50-30-100، ويجي خطيب الناس يتهافتون على منبره وأحسن فلوس يطو. لماذا؟ كلاهما متخرج من الكذا من البلد الفلاني، لكن هذا تعب على نفسه، هذا مو تعب، منبر مشي، مكررات عنده، قصص مو واقعية عنده، تحليل ما عنده، مشكلة. من فروع العلم القلم، من فروع العلم اللسان، قوى أقلامكم حتى تتألفون. ونحن أحوج ما نكون الآن إلى التأليف واقع في مختلف الشؤون الإسلامية، لكن أين التأليف؟ أين الكتابة؟ أين الكتاب؟ ما عندنا وقت. وفرد فقر غريب عندنا في هذا الجانب. قوة أقلامكم. لا أنا ما أتمكن، وأنا ما يصير، وأنا مشكلة. أحد علمائنا في التاريخ اسمه ملا صالح المازندراني، هذا قبل 400 سنة، والشخص اللي قارئ معالم حاشية المعالم أكو حاشد ملا صالح المازندراني، هذا كان يعيش في أصفهان، في تاريخه موجود هذا الشيء.
هذا كان يعيش في أصفهان وفقير ما عدا أكل، فكيف بالكتابة والقلم والدفتر والحبر؟ هذا الرجل كان يكتب علومه على أوراق الشجر المتساقط. شوفوا يعني الأوراق في الخريف لما تتساقط كما رأيتموها صير بيضاء، الأوراق في الصيف خضراء، في الخريف بيضاء. هل أوراق يجمعها علومه يكتب على هذا؟ هذا صاير واقع. لكن هذا هو الذي الآن 400 سنة علم ملا صالح هو يكتب العد. الإمام أمير المؤمنين وأصحاب رسول الله كانوا يكتبون القرآن على شنو؟ على كتف، كتف شايفين؟ ما أعطوا أوراق، فقراء هم يكتبون على الكتف، يكتبون على جريد النخل، جريد جريد نخل شايفين كلكم؟ جريد النخل يمكن الكتابة فيه؟ نعم يمكن الكتابة فيه، إذا الإنسان يهتم. فش أصدقائنا، ما أقصد أصدقاء الجالسين هنا، لا طلبة هالزمان كثير منهم يقول لا ما أتمكن، ما يصير، ما عدي، هذا يتأخر. شو واقع؟ ويؤخر المسلمين. الآن نحن أخرنا المسلمين واقع. المسلمين لماذا تأخروا؟ لمكانتنا نحن الذي لا نعمل. هيئوا أنفسكم للعلم، للحفظ، للقلم، للسان، حفظ الأشعار مثلا، حفظ القصائد، حفظ الأحاديث في الصدق، في الأمانة، في الوفاء، في الحياء. كان عندنا فرد خطيب في العراق، أنا ما شايفه، والدي نقل، أنا سامع باسمه، خطيب كلش ممتاز كان وقوي. والدي ينقل الله يرحمه القصة، يقول أنه هذا مثلا يجي إلى فرد بيت ازدحام يصير عليه، يريد أنه مثلا فرد 10 يعزمه، يقول هالعشرة في فرد موضوع يقرأ السيل من القصص والروايات والآيات، يجيب في موضوع واحد، لكن في هالعشرة ليالي يجيب 1000 حديث في الصدق، فرد 100 آية في الصدق، فرد 100 قصة في الصدق، كل ليلة جديد. فرد واحد من أصدقائنا قال حول نفس هذا الرجل، هل هذا الخطيب قال على أنه المكارين عزموه 10 ليالي. مكارين ذاك اليوم يعني عدد دواب، ذاك اليوم أغلب الدابة اللي يؤجروها أجلكم الله الحمار، هذول المكارين عندهم هيئة وعزموا هذا الرجل يصعد المنبر، يقول هذا 10 ليالي كله تكلم حول الحمار، هذا كله كله حيوان الحمار شنو، خلق شنو، أحاديث حول شنو، قصص حول شنو، شنو حقوق على راعية، حقوق راعية عليه شنو، 10 ليالي. يقول أصلا كل الناس تعجبوا، أخي إيش كثر هذا القصة يجيب والرواية وآية يجيب حول الحمار. إذا أنت تتمكن تصعد منبر حول الحمار فلد منبر واحد؟ لا، ما قصدي أنت يعني كشخص، لا أنت يعني في زمان لا قادش، إن من جد على الدرب وصل، مو من تكسل وتكاسل وتعطل وعطل نفسه وبالأماني وبالأفكار العادية، هذا ما يتقدم، شو واضح ما يتقدم، ولا ما تقدمنا في هل قطعة من الزمان إلى شهر رمضان. هيئوا أنفسكم للعلم الكثير، هيئوا أنفسكم للقلم، هيئوا أنفسكم للحفظ، هيئوا أنفسكم للسان. أنتوا بعد 4 أيام تروحون إلى البلاد، شيء واضح، ما كنت تخطب خطاب جميل في 60 منبر، ما كنت تحول كل جميل وكل جذاب، شيء واضح، تتمكن أنه تألف فرد تأليف جميل، قسم من المؤلفين أنتوا شايفينهم، يمكن هذول من يطلع كتاب الناس يلتهمون كتابه، لأن في مواضيع جديدة، تحليلات جديدة، قصص جديدة، مواضيع جديدة. قسم من المؤلفين صالح على أنه فرد واحد من أصدقائي كان يعلف فرد كتاب، فرد صديق في غرفتنا كانوا قاعدين جماعة، قال هذا المؤلف كتابه هواية مرغوب في السوق، في قم هو القصة. قلنا شلون؟ احنا لازم يقوم عادي كتابه. قلنا شلون؟ قال القصابين هواية يقبلون على كتابه، قسم من الكتب القصابون يقبلون عليه كثيرا.
لأنه هذا كورق يريدون يخلوه كذا. يعني الإنسان لازم يفكر، لأن هذا الشيء اللي عند الإنسان هذا رأس مال في الحقيقة، هذا جو روح. يعني أنفاس نفسك أثمان الجنان فلا تشري بها لهبا في الحشر تشتعل. نفسك ثمن، حقيقة ثمن، دقيقتك ثمن، اللحظة ثمن. لكن نحن ما نهتم هالأشياء، عادي. هذا هو صباح يصير ليل، يصير صباح، يصير خميس، يصير جمعة، يصير ربيع، يصير رمضان، يصير شوال، يصير كذا. هذا هو يعيش. أكو الصلاح اسمه من الناس يقولون بدي يعيش. فهل فترة 6 أشهر كلش خوش فترة؟ اغتنموها فرصة، وإضاعة الفرصة غصة، حقيقة غصة. إضاعة الفرصة حقيقة غصة. والعمر مضى وليس من بعد يعود. يعود العمر مرة ثانية. شباب وشيب وافتقار وثروة، فلله هذا الدهر كيف يقلب. إنما الدنيا عواري، والعواري مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. هذه أمور من جملتها مؤسسات، مؤسسة مشعة. الآن شوف هالمدارس مشعات، هالحسينيات مشعات، هالمستشفيات مشعات، في خط من الخطوط، أي خط. إنسان لازم يضيف. وصدقوا أن الذين هم ضيفوا مؤسسات كانوا في أعماركم. لأن الإنسان لا يقلب عن حالة إلى حالة، وإنما من صغره ينمو على حالة. عشان يشوف مؤسسة، مؤسسة 2 3 4 5 6، هو يشترك أيضا، هو يشترك. الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه يشترك في بناء مسجده من الطين والطابوق وما أشبه. مو حجي أغي أمر وينها ويقول الناس مو زينين، أنت أنزل للميدان. في قرية، في ريف، في مدينة، يحتاج إلى مغتسل، يحتاج إلى محل مياه، مخازن مياه، يحتاج إلى مستوصف، دار الولادة، دار العجزة، مسجد، مدرسة، مكتبة. أنت أنزل للميدان يا أخي، المن تنتظر؟ بس هو لبلا أنه يأمر وينهى. النبي كان يشتغل، قسم من الصحابة ما كانوا يشتغلون، هم كانوا حج آغا. عمار قرأ هذا البيت: إذا جلسنا والنبي يعمل فإن ذاك العمل المغلل. يعني النبي وهو رئيس يشتغل، وإحنا ما نشتغل. مؤسسات لازم الإنسان يهتم له، أي مكان اللي كان، أي بلد اللي كنت. شوف هذول المسلمين اللي في الغرب يسوون مؤسسات حقيقة؟ أبدا. انتم نفس الشيء، ها عقباش تروحون انتم، ابدا مو مهم، مو مهم عندك. لازم يكون مهم عندك، ومن الان لازم تفكر. ما صار كذا، ناس مو زينين، اعذار، نفي، سلب، توافه، هاي حياه تافهه. هذا هذا البشر الموجود، انا من جملتهم. لا تجعلوا حياتكم توافه. والآن أنتوا في رأس طريقين، حياتكم تافهة وغير تافهة، رأس طريقين على الموضوع. ثم نأتي بعد ذلك إلى ما ذكرنا من التقوى والأخلاق، وهذا حقيقة صعبة. يصيح ويسب ويهرج ويقع في النار وغيبة ونميمة وهوسة، هذا مو صالح وقت. هذا صورته صورة الإنسان، وواقعه واقع شيطان، لا أكثر ولا أقل. الآن عدلوا أخلاقكم، الآن عدلوا تقواكم، الآن أشعروا قلوبكم التقوى والخوف من الله. إذا ما صنعتوا هذا الصنيع، يعني أعماركم راحت تافهة، وما عندكم لا مستقبل لا حال. الآن المسلمين لماذا الله تعالى معرض عنهم؟ لأن حقيقة كثير منهم متقين، ولأن الله معرض عن المسلمين. وكلهم لأنفسهم
هذا يسترهم وهذا يصفعهم وهذا يكفخهم وهذا يسبهم وهذا يهينهم، وبلادهم متأخرة محلولة مشتتة. هذا اسم الله لا شك فيه، لأنه ماكو عندهم تقوى. بطبيعة الحال كل شيء له استثناء، لكن التقوى المشعر قلب الإنسان به. اصلا ما مر على المسلمين فتره بحد تاخر اللي الان موجود، يعني فتره العباسيين فتره متاخره في حياه المسلمين لا شك فيه، فتره الامويين فتره متاخره، لكن متاخرون لانفسهم. الان احنا متاخرون للكفار الغربيين والشرقيين واليهود، اكو فرق بين التاخرين. يعني حجاج كان متاخر ومن اهل الجحيم، الحاكم في العراق الان متاخر ومن اهل الجحيم، لكن الفرق حجاج كان لنفسه يقتل الناس، هذا يقتل لأربابه يقتل الناس، يعني أذل من حجاج. شو هذا؟ هذا لا شك فيه، يعني بهذا التأخر أبدا ما كان عند المسلمين في تاريخهم الطويل. جيب هذا التأخر، عبيد الغير، على كل كان كافر كان فاسق كان فاجر، لكن لنفسه، مو كافر وفاسق وفاجر وهو عبد أيضا. فالإنسان يجب أن يشعر نفسه التقوى وحقيقة يخاف من الله، حقيقة يرتبط بالله. هذا القسم على شيخ المرضى الأنصاري أظن ذكرت مرة، ما أدري هناك كان هناك كان مكان آخر كان، فالطلب كان يعني شوفوا التقوى الشيخ المرتضى. الشيخ المرتضى لماذا جعله الله علم؟ الآن 140 سنة 150 سنة كتبه محل دراسة في كل الحوزات الشيعية. شيخ المرضى إنسان عادي، لا جسم كبير لا هيكل كبير. إن شاء الله إذا رحت للنجف الأشرف ودخلت من باب القبلة على يدكم اليسرى مقبرة الشيخ المرضى وتصويره موجود. شوف الشيخ من هالشيوخ العادية اللي يمشي في شوارعكم، لا أكثر ولا أقل، لكن شوف بحر من العلم، بحر من التقوى، بحر من الشهرة، بحر من العلو. من أعطاه تقواه؟ عن الله أعطاه هذا الشيء. الشيخ كان في كربلاء اسمه شيخ إبراهيم، هذا عنده حوائج، كل يوم يروح لحضرة الحسين والعباس يطلب حوائجه، حوائجه يريد زوجة، يريد حاج، يريد بيت، يريد قضاء دينه. يوم أول ثاني ثالث، فالست شهور راح للحضرتين وهو غارق في الفقر وفي الحاجة، الحاجات الأربع ما يصل لكل شيء. فرد يوم كان في حضرة العباس عليه الصلاة والسلام، شاف اجى فرد معادي وبيده فرد ولد، على يده الولد مبتلى بالكزاز. الكزاز فرد مرض والعياذ بالله، بس احنا في الطب قارين، انا قارين في الطب القديم، ما عليها في الطب الحديث شي يسموه انسان. هذا كلش هم نادر، كلش نادر هذا، وهو ان الانسان احيانا يصير عنده فرد مرض في فقرات ظهره، فينعوج ينعوج 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 حتى يصير راسه من الخلف الى رجله هالشكل، يعني قوس لكن مو هالشكل، قوس من الخلف يصير. هذا فقرات ظهره هالشكل يصير، وهذا يموت قطعا. وفي الطب القديم هذا كان عنده فرد علاج كلش صعب، هذا في الكتب الطبية القديمة احنا قرأناها، وما سامع عن فرد واحد يعني في هالأوقات صاير هالشكل الشيء. هذا فرد مرض نادر. شاف هذا الرجل الشيخ إبراهيم الطلب الكربلائي فرد رجل جاي عادي وعلى يده ولد هالشكل صاير كزاز، يعني متبين بعد مقوس من خلفه، ويجي يخاطب العباس، لكن يخاطب خطاب حي مو خطاب ميت وخطابنا للأئمة الطاهرين، احنا نظن انهم هذول ميتين وشكل لقلق اللسان، لا هذه خطب خطاب حي. قال لي يا عباس شوف هذا ولدي تشافي، اذا ما شافيته انا في طريق زوارك كلهم اذبحهم، وهدد العباس وخلى على الارض. هذا الشيخ جاي ينظر اصلا يشبعون يخطب العباس. فرد مره هذا الشاف ان هذا الولد قام، يعني فرد معجز من أكبر المعاجز، فرد قام الولد قام والناس هل هلو
التفوا حول الولد، وقسم منهم يأخذون ملابسه، وقسم منهم يمسحون العباس ومعجزة. هو هذا الرجل مثل شيء عادي يعني، مثل فرد واحد يجي يأخذ منك دينار وتتطينة مثلاً، وبرد شيء غير عادي عنده. شاف أخذ بيد الولد ويروح، هذا هو كان فرد شيء عادي مثلا، جاي يطلب منك الراس ماي وتم تطيق الراس ماي ويشربه حتى أشكرك المزا. هذا هو انزعج، قال يا عباس وأخون دي شيخ إبراهيم اسمه، هو من إحدى قرى إيران، قال يا عباس شوف أنتوا تنفعون بس هذولا، أنا طلبتكم وخادمكم وأدرس وكذا وست شهور جاي يومية وأروح وما تفني حاجتي، هذا خمس دقائق جاي وما تفني فلوس، فلوس مش مهم تحصل على فرد واحد يفتني، أما هذا كزاز وهذا المرض لا يبرأ، وهالشكل سويت به، فأنا أعتقد بيك وبأبيك وبالحسين كل شيء، لكن أنتوا ما تنفعوني، أنا أروح إلى قريتي في إيران أصير زارع ما خلوا تدين أنا. ودع العباس، اجى الحسين نفس الكلام، قال الحسين ودعه، قال هسه اللي انا اريد اروح لايران بعد ما ارجع تلك الاسفار القديمه الصعبه، اروح للنجف وكاظميه وسامر واروح. اجى النجف، اجى النجف وصل، سابقا بين النجف وكربلاء يومين يمشون او شويه اكثر مثلا، اجى النجف، اجى النجف في صحن النجف شاف فرد واحد واقف، فرد واحد قاعد عادي أشخاص العاديين، قال تقدم له، قال شيخ إبراهيم، قال إيه، قال شيخ المرضى يريدك، صاحب المكاسب والرسائل. أيوة نسي، هو يعرف شيخ سامع باسم الشيخ لكن مو مربوط بالشيخ أصلا، قال شيخ المرضى ينتظرك وهو اللي أرسلني، قال الآن روح نجي من باب السوق الكبير واخذ جيبه. راح من الشيخ، الشيخ الطافر الفلوس، قال هذا لزواجك، فلوس ثانية طا، قال هذا البيتك تريد تشتري، فلوس ثالثة طا، قال هذا القروضك، فلوس رابعة طا، قال هذا الحجك اللي تريد. بعدين قال له ما تستحي أنت تحكي هالشكل يا عباس، أكو فرق بينك وبين هذا المعادي، أنت طلبة وتفهم، لكن هذا المعادي إذا أنه العباس ما يعطي حاجته على بساطة يروح يكفر، لكن أنت عاقل ما يحكي هالشكل يا عباس، روح. هذا هو يخجل ورجع وبقي طلبة إلى أن مات. الشاهد أنه من أين هذا الشيء لشيخ المرتضى؟ من التقوى، عبدي أطيع أن يتكون مثلي أو مثلي، وإلا فرد شيء قال العباس في نفسه وفي كربلاء، وجاي شيخ المرتضى يبعث على باب الصحن ويقول الآن شيخ إبراهيم يجي أطلب إلي، وثم يعطي أربع فلوس أربع أقسام الفلوس، هذا تقوى. إنسان لازم ينمي ملكة التقوى في نفسه، ينمي ملكة الخوف من الله في نفسه، على لسانه، على عينه، على أذنه، على يده، على رجله، على جنسه، ينمي هالملكات في نفسه. إيش وقت ينمي الآن؟ بس من الناس إحنا نذكر في كربلاء كنا إجوا قسمنا المعدان كذا، المعدان تدرونكم هالشكل. قسم من الناس يقول لهم أنتوا بشكل هالشكل أخذ نجاسة طهارة محرم لا محرم، يقول هوش بحوشة، يعني إحنا حوشة متواجدين في حوشة. قسم من الناس يفكرون هالتفكير الصبياني، يفكرون هوش بحوشة، مو هوش بحوشة، أنت طلبة كما قاله الشيخ البرطال ذاك الإنسان، أقول فريق يعني هوش بحوشة وذاك الطلبة. ثم أخلاقه، أخلاقيات الإنسان مع الناس، جمعه للكلمة، مداراته، هذا يقول هذا لا يكون، هذا يقول هذا لا يكون، هذا يقول هذا لا يكون، هذا يقول هذا سيء، هذا يقول هذا سيء، تفرقة، تشتت. شوف بلادنا أي فوسة أكو في 1500 مليون مسلم، وتعال ابدأ بنا، ابدأ بنفسك أيها الإنسان، سنجل يبدأ بنفسه يشوف الحقيقة، هو قابل، هو مؤهل، هو مورد أولا، نبدأ بنفسه، هذا يصبح من التقوى ومن الأخلاق، أخلاقيات. إذا صار وزن الفرد الإنسان بعد اتهم حاجم ادخل فيه بالوقيع دق عليه، هذه طبيعة اللي في قسم من الناس موجود، يزعل وبادري كذا ويعارك ويخرب ويفتن، هذا قابل أن يتقدم أصلا؟
التقوى، الأخلاق، العلم، القلم، البيان، الحفظ، المؤسسات. الآن أنتم أمامكم في 6 أشهر من الفصحى إلى شهر رمضان دراسة وكذا شيء. ربوا أنفسكم في هذه الأمور وسيكون الله سبحانه وتعالى عونكم وتنجحون بإذن الله سبحانه وتعالى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.